التجربه ديالنا واخا دابا راه التجربه ديالنا اللي دوزنا حنا ما بقاتش غادي تطبق على كاع الناس لانه دابا فلو لي سيتوياسيون تما بزاف ولات العنصريه لواحد الدرجه لابها درجه في مازال قلت لهم كاين الموضوع ولات ابها درجه ديك العنصريه لا ما يمكنش الناس كيسبق لك واحد على واحد بسبب اللون انت يا سميمر دابا انا سميمر ما يدوزونيش بنادم الزيمسكيره ما يدوزوش يعني افريقيا ما يدوزوهمش بنادم مشايفو انه ماشي اوكراني ما غاديش يدوز من الاخر فراه هادي راه عنصريه يعني شنو الفرق بينك وبين خونا هاد الاوكراني ولا راه كنا لاجئين حرب من الاخر صافي او راه غير حنايا زعما حنايا راه كنقول الامور ما كانتش عندنا زعما صعيبه ديك الساعه بزاف مازال ما تعقداتش بحال دابا وواحد العنصريه اقسم لكم بالله الا ما يمكنش كيقول لك انا عندي الاولاد انا خصني ندوز الاولى انت عندك الاولاد ولينا راه كنا غادي ندوزو داك النهار مثلا غنمشيو نطبعو الباسبور لا انا عندي الولد خصني ندوز راه كنا غنطبعو الباسبورات كنا غندوزو كاملين حيت داز صافي سلكنا كنا غنمشيو ولا انا عندي الولاد انا خصني ندوزو لا انت يا شوف الناس كتقول لصاحبتها شوف الناس في الزنقه وهادو جالسين حدانا يعني فهمتي راه ما راه عنصريه هذيك شنو انت زعما انت احسن من دون الناس بزاف ديال لي سيتوياسيون ها هو يوسف يقول لكم اخوتي بحال مثلا دابا فاش كنا حنا في الكار غاديين كنبغيو مثلا غنشارجو غير التليفون ديالو والله لا فري كنكونو كابينا نشارجيو التليفون كتمشي تبغي تحطو في العيبه ديالو كيبداو ينوضو الاوكران كيقول لك نخرجوا من البلاد ماشي نتوما يعني واحد العنصريه الحرب غير عليهم هما حنا ما غاديش نتقاسوا في ديك الحرب بزاف اخوتي واحد العنصريه كان صدموا له على رجليه وكدوس على رجليه وكتقول له حيد كتقول له حيد كتدفعوا فهمتي شي غير اللعيبه الشارجور نقسم لكم بحنا تليفونات الاطفال تليفونها ناض هو يوسف كيشوف كيلقى فيه 77% وتليفونه طافي اخوتي عاوتاني واحد والله قالت له علاش كتحيد تليفوني وكتغوت ملي وصلنا للحدود فاش كنا بيطبعونا واحد العنصريه ما يمكنش بزاف المشكله نقول لك ماشي كلهم بطبيعه الحال ماشي كلهم غير الناس فيهم وفيهم وليني كنقول لك كانوا لي بريز على الجد يعني حنا شدينا بينا حنايا الدراري مغاربه مشينا جلسنا في نفس البلاصه باش نبقاو مجموعين لا شوف راهم محتكرين على داك القوم كامل وكيبقاو يسيروا بيديهم داك البريز كان عباره عن فهمتي عند واحد رالونج فيه خمسه ديال الثقبات كل واحد يعني خمسه ديال الناس يقدروا يشارجوا لا خمسه كنا بينا فهمتي هما كيشارجوا لي باور بانك ديالهم كيشارجوا لي تليفون ديالهم ولكن حنا ما يخلوكش تشارجي وحتى ملي كتكونوا مثلا بقيت ثلاثه ايام بلا شارج تليفوني ما كنقدرش نتواصل مع الدار ما كيخليوناش ما عنديش شارج عاوتاني واحد البلان اخوتي ملي كنكون هادشي هاد البلان هذا كان كيوقع لينا بزاف في اوكرانيا ملي كنا حنا في اوكرانيا مي في الحدود كنتسناو النوبه باش نخرجوا من اوكران كان مثلا كنكونوا بينا نهبطوا من البيوس نمشيو نشرو قرعه الماء ولا نشرو شي حاجه من ياكلو راك عرفتو مع الزحام في الكار ولا شي حاجه ملي كتبغي تدوز كتقول لهم خلوني ندوز كيبداو يغوتوا عليك كيبداو واش غير غادي جاي واش انت غير غادي جاي واش ما غاديش تريح في بلاصتك وهذا هما اللي غادي يعني فهمتي بحال هما اللي باغين يخرجوا وباغين يخلونا هنايا ما فهمت انا ما عنصريه لا المشكله يعني راه ماشي كنقول لك هما كيخرجوا غاديين جايين هما غاديين جايين لا حنايا اللي اخي حنا بوحنا اللي ما نخرجوش بالرجوله ما فهمتش انا اصلا هذا البلان هذا علاش داروه علاش هذه العنصريه كامله راه حنا كاملين بنادم كاملين في ديك السيتوياسيون كاملين خصنا نخرجوا زعما خصنا نكونوا نتعاونوا هذا شو اقسم لكم بالله الا اكثر وحدين تعاملوا وتعاونوا معاهم هما حنايا حيت عاوتاني حنايا ملي كنكونوا في البوس ياك ملي وصلنا لذاك البوان كيكونوا عاوتاني شي اوكرانيين هما واقفين تما ديجا وكيجيو عند الشوفور كيقولوا ليه زعما كيشيروا البلاصه وكيشيروا بصبعو نعاونوهم حنا كنا كنخدموا لهم بلايصنا كتلقاي وحده عندها بولدها صغير مازال كيرضع عندهم دراري صغار يعني شحال نقول لكم مازال 5 سنين 6 سنين كنخلوه ينعس يرتاح في بلاصه ما عندوش الماء يعني زعما شحال من حاجه وقعات في البوس كنا كنتعاونوا مي هما ما كيتعاونوش بعضياتهم واحد الدري كان باغي نعس في الارض ناضلو والله واقف عندي فيديو راه ناعس حدايا فهمتي كان ناعس وهنا كان شي كراسي فيهم غير دري صغير سنتين ممكن يخشاو شي دري صغير اخر حدا لا مخلين الدري مسكين ناعس في الارض وسط الصبابط وهم اللي عندهم دري تما والبلاصه كامله ما كيفكروش هما ما كيتعاونوش بيناتهم واحد العائله الدراري اللي كنتو باقيين عاقلين عليها دابا هو واحد الراجل ومرتو عنده جوج دراري صغار ياك زعما هذوك الدراري الصغار تقدر انها تشدوه في حجرها وتخلي شي واحد اخر يريح فهمتي والو يعني جوج كراسه غيخويهم لا وشوف دري غير قدك راه تصريبيه لا
التربيه خصها تجلس في كرسي كوكو قمه العنصريه. فهمتي بنادم سيلفيش لواحد الدرجه بزاف. سيلفيش بنادم سيلفيش ما غاديش نقول لك يستاهلوا لا حتى ما يستاهل هادشي اللي واقع ولاني راه هادشي ما كيتكاش هادشي راه الحقره معنى الكلمه شوف الحقره في ابهى حالاتها كيف ما كيقول اي والله يلطف الله يسهل على خوتنا اللي مازال تما البرد بزاف هنايا كيف تقول الله يسهل على خوتنا كاملين تما ويفاجئها الله يفاجئها سيدي ربي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. كما سمعتوا هاد الطلبه المغاربه عانوا بزاف من العنصريه ومن الانانيه ديال بعض المواطنين ماشي كلشي اللي تيمارسوا هاد التصرف هذا الغير لائق على الناس اللي هما غراب على البلاد ديالهم. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. من هنا كنستافدوا او كنستخلصوا بان الاسلام نعمه كبيره. فاحنا المسلمين كنحنوا في بعضياتنا وكنضامنوا مع بعضياتنا في مثل هاد الامور هذه. مثلا حنا كنكونوا غاديين في حافله كتكون شي مرا حامله واقفه ميمكنش اننا نخليوها واقفه او شي مرا كبيره او راجل كبير كننوضوا كنعطيوه البلاصه ديالنا يجلس فيها. المهم هذا كمثال بزاف ديال الحوايج كنديروهم وهذه هي نعمه ديال الاسلام اللي كيتميزوا بها المسلمين على باقي الناس الاخرين لان الدين الاسلامي هو دين زوين بزاف بزاف كنتعلموا منه بزاف ديال القيم الاخلاقيه. فالله يهدي ما خلق وصافي. والمهم كنتمناو ان هاد الطلبه مساكن يرجعوا بخير وعلى خير للبلاد ديالهم وعقب الطلبه مساكن اللي مازال عالقين تما وسط اوكرانيا ووسط الحرب كيناشدوا المسؤولين باش انهم يصيفطوا لهم كيران يهزوا من تم ويديهم الحدود لان خايفين ما يمكنش كاين خطر في الطريق ما يمكنش انهم يخرجوا من تم ويمشيوا للحدود. فالله يدير لهم شي مخرج خير باذن الله.